إذن الجهات جاهزة للانطلاقة. They all set for race number one and they're off and racing. انطلق الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة وبمشاركة 15 من الخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو من مسافة 1200 متر وبانطلاقة حيلة العاديات 1782 مع الفارس لدينا أحمد مكي. المركز الثاني هنالك الجلابية 1752 مع الفارس حسن الصفار، بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة الجلابية 1752 مع الفارس حسن الصفار تلحق به ثانيا حيلة العاديات 1782 المرشحة في هذا الشوط مع الفارس أحمد مكي بالكاب الأبيض. المركز الثالث هنالك أيضا تتواجد الكراي بشعار كي اتش كي الكراي 1814 مع الفارس حسين مكي. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع الجلابية 1752 مع الفارس حسن الصفار، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة حيلة العاديات المرشحة في هذا الشوط مع الفارس أحمد مكي، والمحاولات أيضا قائمة من قبل الكراي 1814، لكن المرشحة الأولى حيلة العاديات بشعار فيكتوريوس تطير إلى أول يشوط الأمسية مع الفارس أحمد مكي. المركز الثاني الكري 1814، المركز الثالث الجلابية 1752، أما المركز الرابع فقد جاءت به الكروش 1786.